البداية دايما بتكون بأهم منشطات الجرايد عن النادي الأهلي. الأهلي الأهرام الأول، الأهرام القلق يسيطر على الجهاز الفني للأهلي قبل إيابه فاق سطيف. جهود طبية مكثفة لتجهيز سعد سمير وغضب من سلوك أزارو. أخبار اليوم، الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد وكارتيرون يجري تغييرات في التشكيل. الوطن، تعديلات في الأهلي أمام زعيم الثغر وكارتيرون يطالب بمكافآت إفريقية. تجهيز ريان وحمدي للشواكيش وأزارو لائق طبيا للمشاركة أمام الاتحاد. الشروق، الأهلي يرفض إسناد مبارياته في الدوري لحكام شمال أفريقيا. النادي وافق على خوض بعض المباريات بحكام مصريين، واتحاد الكرة يتعهد بتوفير حكام من أوروبا في بعض المباريات. الإدارة القانونية تتحرك لحفظ حق النادي في ملف كوليبالي بعد اقترابه من المشاركة مع بارتيك تيسل الاسكتلندي. اليوم السابع، الأهلي يحدد قائمة الراحلين في الصيف. اللاعبون يوقعون على اللائحة الجديدة. الأحمر يضع شرط التراجع عن طلب حكام أوروبيين، والفريق يدخل معسكر استعدادا للاتحاد. الأخبار المسائي، ارتياح في الأهلي بعد سق البراءة. اجتماع عاجل للرد على ملاحظات لجنة الشباب، والفريق جاهز للاتحاد. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار، ونبتديها مع الاهرام. الاهرام قالت ان بتسود حاله من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، بسبب طبعا احتمال غياب سعد سمير عن اللقاء القادم، لقاء وفاق سطيف الجزائري المقرر ليه يوم 23 اكتوبر الحالي في الجزائر، في اياب نصف نهائي دوري الابطال. وبيبذل الجهاز الطبي من اليوم جهود كبيره لتجهيز سعد سمير لمباراه الاياب، خاصه انه بات خارج الحسابات الفنية في مواجهة الاتحاد السكندري المقرر ليها بكرة إن شاء الله، ثم الترسانة في كاس مصر المقرر ليها يوم الأربعاء اللي جاي. على جانب آخر، تلقى الجهاز الفني شكاوى من 3 لعيبة بسبب تعامل المهاجم وليد أزارو جوه الملعب بطريقة غير لائقة، وبيتحدث بطريقة غير لائقة بجانب إهداره للفرص بشكل مبالغ فيه. وطبعا ده ظهر أو بيظهر عدم تركيزه مع الفريق، والمقرر إن هيكون في جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني مع وليد أزارو خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله، وقبل سفره للمغرب عشان يزيل الازمات اللي موجوده دي، خصوصا طبعا النادي الاهلي على اعتاب منافسات مهمه جدا بتحتاج لكل الجهود. كمان الوطن قالت ان طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي سرعه صرف المكافئات للصعود للدور قبل نهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا للعيبه خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، او كمان الفتره الجاريه، عشان يحفزوا اللعيبه خلال الفتره اللي جايه ويحافظوا على تركيزهم جوه الملعب لاستكمال مشوار البطوله بشكل جيد واستعاده لقب دوري ابطال افريقيا، خصوصا طبعا بعد الفوز على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدفين في ذهاب الدور نصف النهائي والاقتراب من الصعود لنهائي البطولة للعام الثاني على التوالي. بدأ أعضاء الجهاز الفني في تجهيز الثنائي أحمد ياسر ريان المهاجم الشاب وأحمد حمدي للمشاركة في مباراة الترسانة اللي جاية إن شاء الله في كأس مصر، في ظل انضمام الثلاثي وليد أزارو للمنتخب المغربي ومروان محسن وصلاح محسن للمنتخب الوطني. واتكلم المدير الفني مع الثنائي بشكل خاص عشان يقدروا يستغلوا فرصة المشاركة في مباريات الكأس عشان يحطوا بصمة مع الفريق ويثبتوا وجودهم في التشكيل الأساسي خلال الفترة اللي جاية. كمان الشروق قالت ان تحركت الاداره القانونيه في النادي الاهلي في ملف الايفواري الهارب سليماني كوليبالي بعد ما اعلن نادي بارتكس تيسل الاسكتلندي حصوله على بطاقه مؤقته للعب، وارسل النادي خطاب للاتحاد طبعا مخاطبه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا للاستفسار عن حقيقه اصدار بطاقه مؤقته للعب، وطبعا اللاعب لسه عليه غرامه في حاله حدوث ده لحقيقه النادي الاهلي في الحصول على 1,400,000 دولار كغرامه على كوليبالي بعد ما هرب طبعا من النادي الاهلي من فتره.
كمان اليوم السابع قال ان في او ان لجنه الكوره في النادي الاهلي هتعمل جلسه حاسمه مع باتريس كارترون عشان يحدد احتياجات الفريق خلال فتره الميركاتو الشتوي اللي جاي ان شاء الله، بالاضافه لاتخاذ راي نهائي في مساله رحيل بعض اللعيبه وفي سياق مغاير ووقع لعيبه النادي الاهلي على لائحه في التجديد بدي تتضمنت قائمة الممنوعات واللي هيتم فرض عقوبات مالية على من يقدم على أي فعل منها، وأبرزها كان الغياب عن التدريب من غير إذن ولعب كرة القدم بعيدا عن النادي والمنتخبات الوطنية والإساءة للجهاز الفني وللزملاء والجماهير ومجلس الإدارة والتصريحات الإعلامية دون الحصول على إذن مسبق من مدير الكرة. الأخبار المسائي كمان قال سادت حالة من الارتياح في النادي الأهلي بعد حصول النادي على تقارير لجنة وزارة الشباب والرياضة واللي أثبتت أن الأموال اللي تلقاها النادي من تركي الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية تم دخولها في حسابات وخزينة النادي الأهلي بشكل رسمي، حتى الهدايا العينية اللي أثير طبعا عليها جدل كبير أكدت مصادر من جوه النادي الأهلي أنها مثبتة في الحصر، وبيستعد مجلس الإدارة لعقد اجتماع لبحث الملاحظات واللي كشفتها لجنة حصر الأموال من الشباب والرياضة، وبعد كده هيقوم المجلس بدراسة الملاحظات دي بالكامل وهيجهز رد وافي على كل الملاحظات الـ 22 اللي أرسلتها اللجنة، وكمان المجلس هيعمل تشكيل لجنة قانونية خاصه لانجاز ملف الملف اللي احنا بنتكلم عليه ده، وبعد كده هيرسلوا الرد لوزاره الشباب والرياضه. دلوقتي تعالوا نشوف معاكم مواقع الانترنت قالت ايه عن النادي الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي الخطيب يشكل لجنه للرد على تقرير وزاره الرياضه. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي مع الوصل الإماراتي في دور 16 لبطولة كاس زايد. الوطن محمد يوسف نحترم الوصل ومواجهته لن تكون سهلة على الأهلي. الشروق كارترون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد بعد نهاية المران المسائي. وان تري محمد يوسف الاتحاد لديه دفعة نفسية قوية لكننا سنواصل الانتصارات. الأهلي يعلن موعد عودة محمد نجيب للتدريبات. بيتو علي معلول يبدأ تنفيذ برنامج علاج طبيعي في الأهلي. البوابة سبورت الأهلي يضم مدافعكم حمادة لمدة 5 مواسم. بوابة أخبار اليوم الأهلي يحدد موعد عودة نجيب. المصري اليوم الاختبار الطبي يحسم موعد عودة سعد سمير لتدريبات الأهلي. نروح معاكم دلوقتي لتفاصيل أهم المنشطات اللي استعرضناها منذ قليل، ونبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال قرر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تشكيل لجنة بتضم كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي وخالد الدرندلي أمين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة ومحمد فتحي المشرف العام على الشؤون القانونية، وده عشان دراسة التقرير اللي تلقته إدارة النادي الأهلي من وزارة الشباب والرياضة يوم الأربعاء اللي فات وتضمن بعض المخالفات المالية، وهتعمل بعد كده اللجنة بحث كافة الأمور وإعادة طبعا إعادة الرد مرة تانية بالمستندات القانونية والعرض على رئيس النادي خلال الأيام القليلة القادمة قبل مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بالرد النهائي، ونظرا لأن المخالفات المالية الواردة في تقرير وزارة الشباب والرياضة جميعها جاءت خلال السنوات الأربعة واللي سبقت تولي مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي المسؤولية 30 نوفمبر اللي فات، فده خلى كابتن محمود الخطيب يطلب من اللجنة المشار إليها التنسيق والتواصل مع كامل زاهر أمين الصندوق السابق لبحث المواقف وإطلاعه على ما ورد في تقرير وزارة الشباب والرياضة والرد عليها، وده اللي ترجمه خالد الدرندلي خلال الساعات اللي فاتت بالاتصال مع كامل زاهر للتشاور معاه في هذا الشأن. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن قرعة دور 16 لبطولة كاس زايد للأندية الأبطال البطولة العربية أجريت اليوم في السعودية وأسفرت عن مواجهة النادي الأهلي لفريق الوصل الإماراتي، وعلى أن تقام مباراة الذهاب ما بين الفريقين في القاهرة ومباراة العودة هتكون في الإمارات.
كمان الوطن سبورت قالت ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره في النادي الاهلي اتكلم عن مواجهه الوصل الاماراتي في دور ال16 في بطوله كاس زايد للانديه العربيه الابطال او البطوله العربيه. قال يوسف: لدينا مواجهه صعبه امام الوصل الذي يعد احد اكبر الفرق في الامارات، وسنستعد لهذا الدور بكل قوه لاستكمال مشوار المنافسه في البطوله العربيه. مكملين معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت وبنوصل للشروق. الشروق قالت ان الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بيؤدي مساء اليوم على ملعب التتش تمرين واستعدادا لمواجهه الاتحاد السكندري، ولا تقام بكره ان شاء الله على استاد السلام في اطار مواجهات الدوري العام. وبعد نهايه التمرين النهارده هيعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمه الفريق اللي هتدخل في معسكر مغلق. كمان وان تري قالت ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اكد على اهميه مباراه الاتحاد السكندري وصعوبتها في نفس الوقت، وقال يوسف ان فريق الاتحاد بيملك عناصر مميزه من اللعيبه وطبعا بيأدوا بشكل كويس جدا من بدايه الموسم الحالي. كمان الوطن سبورت قال ان الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي حدد ميعاد مبدئي لرجوع محمد نجيب مدافع الفريق للمشاركه في التمرين الجماعي بعد خوضه للبرنامج العلاجي والتاهيلي اللي بيخضع ليه منذ اجراء العمليه الجراحيه في الركبه. وحدد الجهاز الطبي 3 أسابيع ميعاد لظهور نجيب في التمرين الجماعي على ان يكون قد انهى تنفيذ البرنامج العلاجي والتاهيلي بشكل كامل.